السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بسطات، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات والرجالية المغربية والناس والمدن الكبرى في المملكة المغربية، وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. يلا ترجال بنات ولاد بالتاريخ 10/2/2024، هذا تابو شعيب حليوة من دكالة صاحبنا. وشتا صابة والسوق كما تشوفوا معنا، هذا راه السوق الأسبوعي بالسطات. هذيك البلاصة كان فيها رحمة الطول الكزاري، تقول العجل بقى في الكزاري، بقى الكسابي. شحال الثمن تاع الجويجه؟ ها؟ ما سمعتكش. 32؟ 32 هذا والاخر؟ هذا قال لنا ب 21000 تاع الدرهم و 500، وهذا ب 20000 تاع الدرهم. لا ما كاين لا زياده لا نقصان، عارفينو كاينه، عارفين بو شعيب كلامو ديس، وراه يبيع بالرباح او يبيع هكاك او كيما عجبك. اه هذاك البلجيكي غنشوف شحال الثمن تاعو. ها؟ 32 واخ تاع عم كبير الضرافات واخويا. ها؟ والناس بعد راه الشتا هادي راه حتى السوق راه ضعيف، لا في البيع ولا في البيع ولا في كل شيء. شحال تيقول عبد الكبير هذا؟ 86. 86 باش شاريها اليوم؟ ما باعوش؟ حيت اليوم راه السوق ضعيف نهار الشتاء. تيتباع تيسخن الحال ويفرج الله. 86 باش راه؟ 76 باش مو خويا. الظرافات عبد الكبير من الدكالة تا هو يبيع ويشري في الطاولة الكسابي، ومعروف أن القبيلة عبد الكبير واللي يبارك في القهوة. كسا القبيلة كاين ما يدار. 5 يبغى يتوفيه. أعطوك فيه شي حاجة وليدي، أعطوك بغيتيها بجوجات. قول وليدي درهم ولا 30، انت جيتي دير خوك شبع في جميع في رحمة الغنم وانت جيتي هنا. يلا سوقت لك خوك الطويل كل الليل قال لي لا ما تسوقرش. قال لي ياك واخا مرحبا. 326 اللي بغا فيه ما عطاوكش فيه؟ لا 300 اللي عطاوك. تقول 300 اللي عطاوني في السوق الأسبوعي بسطات شتا صابة والخيرات. حطيو معاه هذا بو شدادة هاكا، حطيو معاه تا هذا تيقول لنا بجوج وثلاثين بلجيك. تنوريه لجميع المشاهدين تونا داخل الوطن أو خارج الوطن. تا بو شعيب حليوة من دكالة واني معروف هنايا، معروف القبيل تبيع وشري في البقر كسابي. لا ظرافة راه باركين في القهوة، لقاو ما كاين ما يدار، راه مشاو للقهوة. تنوريو الجميع هذاك تاع هاد جوج شعو هذا، لا تيكون عنده الخيرات ومعروف براجل صديق، راجل ظرافات
تيتعامل مع الكسابة، تيتعامل مع البيع والشراء، أما تيخسرش. أجل بلجيك ها؟ لا ما عندي ما نقول. واليوم راه نهار الشتاء، راه بنادم راه الشتاء. نهار سميد. ها؟ نهار سميد. نهار الكزاري اليوم. نهار الكزاري إيه. سمين تيقول لنا السمين. فعلا نهار السمين اليوم الكزاري ضروري خاص الكزاري يجي اللحم الحوانتية وكل شيء. الناس باش الخير موجود، الخير موجود. والثمن شويه كاين في الكزاري، باعوا اللحم ب 1480. اش قلتي ليا؟ ما سمعتكش. هذا ديال فرنسا. تاع فرنسا ماشي ولد البلاد هذا. واش ولد البلاد ولا تاع فرنسا؟ ايوا هذيك راه كل شيء، هذا الشيء ولا. والله يرحمنا بالشتاء. امين. الله ينزل علينا الامطار. بغيت. انت بشحال هادية؟ شحالها؟ 380 جيبتات تبقى هي. تملين ايه مشرف منين ما كنتي من طنجة الكويرة حيوا الحباب تونا في المكان في القرى او في البادية او في المدن الصغرى ولا الكبرى بالمملكة المغربية اهلا بكم جميعا. أجدير في السن هي جمو صغير. شحال قلتي عدى من شهر؟ قريبا سود بقرا شي 20 يوم. شحال باقي ليا؟ بقرا شي 20 يوم. شي 20 يوم متولد. ما بعتيهاش اليوم؟ ما بعناهاش. زيد يا وليدي شويه، زيد شويه. جابها السطات وما باعهاش. عطينا النمرق حيت بزوله ناقصه عندها ياك؟ ناقصه عندها وحده. بزوله ناقصه عليها. اللي بغى شي مشاهد قناه الزيتون المرجان عطينا النمره تاعتك باش داره بالبلجيكي شاروري طالياني. بالبلجيكي بالورقه ديالها. بالبلجيكي. بالبلجيكي بالورقه. يلا عطيني النمره اللي بغاها شي واحد. 06 زيد 11 61 85 79. سير وليدي على طول. سير سير. لا بغى شي مشاهد راه غادي يتصل بك ان شاء الله. كانت كسيبتك هذه ولا انت تبيع وتشري؟ زيادة عندنا كاع هي. زيادة حتى تحلم تقريبا ما يطرو. وعملوا ورا كانت تحلم حتى 30. كانت تحلم حتى 30 وهذا العام شحال غتحلم؟ العام راه فيها دابا راه تقريبا تحلم 20 تقريبا. ولا فايت ما بعتيش. انت ما بعتيش اخويا؟ واش قلتي الزيتون؟ اش عطاوك اخويا فين؟ عطاونا في هذاك الكحل 56 هذاك عطاونا فيه 86. اين هو مولا 86 هذا؟ الازرق هذا. الازرق؟ وهذا؟ هذاك 56. هذا الرجل من مراكش، تيجي من مراكش، رجل صاحبنا هنايا في السوق الاسبوعي بالسطات. يوبي اكاين شاري اخويا واليوم راه سوق الشتاء ما كاين لا سوق الشتاء السوق هو هذا ديما الحمد لله وشكرنا بهذا الخير اللي جاب لنا الحمد لله صبت عندكم ايوه الله الخير الحمد لله اللهم لك الحمد خير سيما صبت عندكم اكثر منا وقيل ياك واخا بلادكم سخونه الله يجيب التيسير